بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يا حبايبي النهارده هعمل معاكم طريقه صينيه فراخ، طريقه سهله جدا وبسيطه قوي وهتاخد طعم حلو جدا. هقول لكم الطريقه ازاي، اسهل ما يكون، مش بهارات كتير ولا توابل كتير. اول حاجه بس قبل ما ابدا الفراخ بتاعتي هقول لكم ازاي انا بضيع زفره الفراخ وازاي بخلي الفراخ بتاعتي نظيفه وطعمها حلو جدا. معايا هنا ميه ومعايا هنا ملح ومعايا دقيق. الدقيق ده هو اللي بيضيع فعلا زفره الطيور، حلو جدا. ومعايا عصير ليمون ومعايا خل. هنبدا نحط كل المكونات في الميه بتاعتنا. دلوقتي هنبدا نحط بقى ايه معانا هنا، اول حاجه دي، وبعدين هنحط الملح، ومعايا الليمون. هبدا احط الليمون بتاعي، شايفين ازاي، وهحط برضو القشره بتاعتي. عايزه اقول لكم الطريقه دي كويسه جدا، عمرك ما هيبقى فيه زفاره خالص ولا الخل، مش هتلاقي زفاره باذن الله خالص في الفراخ بتاعتك. نبدا بقى نقلب ايه كل المكونات كده زي ما انتم شايفين، دوب الدقيق ده بس كده كويس. دلوقتي انا دوبت زي ما انتم شايفين كده الدقيق مع الملح مع الميه مع الخل مع الليمون اهو، وابدا احط الفراخ بتاعتي. طبعا الفراخ دي انا قطعت بس منها الزيادات اللي انا مش عايزاها، وبننقعها كده بقى في ايه في الخليط ده، وبعدين طبعا هغسلها واصفيها كويس جدا، وهبدا اجهز بقى التتبيله اللي انا هتبلها فيها ان شاء الله. شايفين ازاي، عايزه اقول لكم عمرك ما هتلاقي زفاره خالص للفراخ بتاعتك زي ما انتم شايفين كده، طريقه حلوه جدا ان شاء الله تجربوها. دي بيفرق يا جماعه، في ناس بتحط خل بس او ليمون بس او كده او ملح وليمون مثلا، بس دي فعلا بيضيع زفاره الطيور. بس هسيب بقى الخليط ده في المحلول ده، وبعدين هغسلها كويس واشطفها منه، يعني مثلا هسيبها شويه مثلا ربع تلت ساعه كده مثلا، وهشطفها كويس واصفيها، وابدا اجهز معاكم ايه الطريقه. دلوقتي انا الفراخ بتاعتي سبتها زي ما قلت لكم حوالي نص ساعه، وغسلتها كويس جدا تاني بالميه وحطيتها تتصفى. ايه اللي هنعمله بقى، معايا هنا حبيتين طماطم مبشورين، ومعايا بصلتين مبشورين برضو، انا كل ده بشرعه على ايدي على المبشره العاديه خالص. والتوابل بتاعتي عباره عن ايه بقى، فلفل اسود وكمون وملح بس، ولا جنزبيل ولا توم ولا توم بودره ولا بصل بودره. كل الحاجات دي بعملها لما اكون انا هشوي فراخ، انا دلوقتي مش هشوي فراخ ولا احط خل ولا ليمون. الصينيه دي طعمها حلو جدا، هتجربوها تعجبكم جدا، مش بكتر التوابل، كتر التوابل بيطغى على طعمها، لكن بصراحه اللي بتتسوى في وقتها دي هي ده الطعم الحلو جدا ليها. عن تجربه دي اسهل حاجه واسهل صينيه ممكن تعمليها في دقائق، وتعملي غدوه سهله وسريعه جدا، تعملي صينيه فراخ وجنبها طحينه جرجير عيش وتاكلي، مش عارف مفيش احلى من كده يعني. الملح والفلفل الاسود والكمون، في ناس هتقولي كمون معموله كمون، اقول لك اه كمون بيبقى حلو جدا مع الفراخ، هو الفلفل الاسود بس، معلقه فلفل اسود كويسه، وفي نفس الوقت برضو الملح كتير. هتقولي طب الملح ليه كتير، عشان الملح ما بيكون كتير بيخلي الفراخ تحيق كويس، يبقى طعمها حلو، اللحم من جوه نفسه حايق معاك. نبدا بقى نحط المكونات على بعض. هنا معايا البوله بتاعتي اهي، هبدا انزل فيها بالطماطم المبشوره، مش مضروبه في الخلاط، مبشوره بس. وده البصل اهو ده انا برضو بشراه، ومعايا فلفل اسود معلقه كبيره، وكمون برضو معلقه كبيره، والملح برضو معلقه، كلهم معلقه. طبعا انت بتقدري على حسب الكميه اللي انت هتعمليها او على حسب عدد الافراد اللي عندك يعني. طبعا نضرب كده الخليط مع بعضه كويس. هنا الخلطه بتاعتي هي زي ما انتم شايفين قلبتها كويس جدا. هبدا اعمل ايه بقى، هجيب الصينيه اللي هسوي فيها على طول اهي، صينيه تيفال او اي صينيه عندك مفيش اي مشكله خالص، الصينيه اللي انت بتحبيها او الصينيه اللي عندك، عندك الومنيا ماشي اي صينيه. ببدا اعمل ايه، ببدا افرغ كده للجلد، شايفين ازاي، تعملي كده تفريغ للجلد عشان انا عايزاه يتشبع كويس، شايفين ازاي، وابدا ادخل التتبيله دي جوه الجلد، شايفين ازاي، عشان يبقى طعمها حلو جدا وتحيق ويبقى طعمها يعني ايه كويس معاك. طبعا بقى كده تدخلي كده في كل الاماكن، تحطي برضو من بره ومن جوه كده، شايفين ازاي. طبعا انا هعمل الفراخ كلها كده واوريها لكم.
هنا زي ما انتوا شايفين كده، شايفين انا حطيت التتبيله كلها تحت الجلد ومن تحت شبعت الفراخ كلها، والكميه اللي فاضت برضو حطيتها على الوش زي ما انتوا شايفين. هسيبها حوالي نص ساعه في التتبيله دي لان انا مستعجله عشان هنعمل الاكل بتاعنا. لو انت عندك وقت تسيبيها اكتر ساعه مثلا عادي سيبيها، ولو مستعجله ممكن تحطيها على طول. بصراحه والله طعمها هيعجبكم جدا، ان شاء الله هتجربوها هتعجبكم. دلوقتي انا هعمل ايه، هغطيها بغطا كده وهسيبها بس شويه زي ما قلت لكم، وبعد كده قبل الاكل على طول هبدا احطها على النار واوريها لكم. دلوقتي حبيبي جبنا الفراخ بتاعتنا اهي، طبعا بعد ما سبتها حوالي نص ساعه، طبعا على حسب الوقت اللي عندك. انا عشان مستعجله عليها فهعملها، وعايزه اقول لكم برده هيبقى طعمها حلو جدا، مش شرط ان انا اسيبها كتير لان انا مش باخد منها شوربه، فهي بيبقى طعمها منها فيها. فاحنا هنا هنعمل ايه، اولا انا ما احطش ميه عليها نهائي. هي بتبدا تجيب ميتها يا حبايبي لما بنعلي عليها النار. انا دلوقتي هعلي عليها النار جامد جدا، اعلى درجه نار عندي عشان تغلي كويس وتبدا تجيب ميتها. وبعد ما تجيب ميتها هوريها لكم هنعمل ايه. فانا ما بحطش ميه نهائي عليها، بسيبها تستوي مع بعضها. وكمان الاوراق غير الصدور، الاوراق بيبقى فيها نسبه دهون، فبيتلاقي في الصينيه بتاعتك في الارضيه كده نسبه دهون، كمان بتحمر لك الفراخ كويس جدا وبيبقى طعمها فعلا حلو جدا، بتختلف عن الوراك يعني. فانا دلوقتي هعلي النار قوي عليها عشان تبدا تغلي معايا، وبعد كده اوريكم شكلها عامل ازاي. زي ما انتم شايفين كده انا عليت النار، بس انا هديتها دلوقتي عشان بس ايه البخار طالع شديد جدا على الكاميرا. شايفين الميه اللي طلعت من الفراخ ولا حاطين اي حاجه، شايفين ميتها عامله ازاي، عشان النار عاليه جدا. طبعا هخليها في النار دي، في يعني في النار العاليه دي شويه كمان بحيث تجيب ميتها، وبعدين ههدي النار عليها خالص زي الشعر زي اكني بسوي رز عشان تستوي براحتها خالص معايا. حابه اوريكم الفراخ اهي بتستوي حبايبي. طبعا زي ما قلت لكم انا عليت النار على الاخر، وبعدين هديت النار وهي شغاله على نار هاديه زي ما انتم شايفين كده. شايفين الميه بتاعتها، انا ما حطيتش ميه خالص وهي بتجيب ميتها لوحدها وبتستوي منها فيها، عشان كده بيبقى طعمها حلو جدا. وريحه الفراخ مش عايزه اقول لكم هي عامله ايه دلوقتي في المكان كله يعني، رغم ان انا مش حاطه بهارات كتير ولا اي حاجه، بس مع ذلك ريحتها وطعمها فعلا هتفرق معاكم جدا وهتجربوها هتعجبكم باذن الله. طبعا انا هسيبها كده على نار هاديه لحد ما تدخل في السوى وتبدا الميه دي تنشف، ما يبقاش فيه غير الدهون اللي هي هتنزل من الفراخ، وهوريكم المرحله دي هتبقى عامله ازاي. هنا زي ما انتم شايفين كده حبايبي الفراخ بتاعتي خلاص شربت ميتها خالص على النار الهاديه، وعايزه اوريكم اهي ان هي مستويه ما فيهاش اي حاجه. لما نغط الفراخ كده مفيش حاجه طالعه خالص، بالعكس الفراخ استوت ما فيهاش اي حاجه خالص، حلوه جدا ومنها فيها زي ما قلت لكم طعمها ما شاء الله يعني، عايزه اقول لكم حلوه حلوه هتعجبكم يعني باذن الله. دلوقتي هنعمل ايه؟ هبدا اخدها تحت الشوايه، وفي المرحله دي هحط فحميه على النار عشان تاخد ريحه الشوايه وريحه الفحم. طبعا دلوقتي هدخلها على الشوايه وبعدين اوريكم هنعمل فيها ايه. دلوقتي يا حبايبي على ما الفراخ بتاعتي دي تتحمر في الشوايه كده هنعمل جنبيها طحينه. طبعا براحتك حبي زي ما بتحبي اعملي، بس انا هحط جنبها طحينه، عيالي بيحبوا جنب الفراخ الطحينه. هنعمل ايه المكونات بتاعتنا؟ معايا هنا علبه زبادي، معايا طحينه انا عاملاها في البيت، معايا كمون، شطه، فلفل اسود، معايا ملح، معايا فص توم بس، ومعايا عصير نص ليمونه. هنا هنجيب بوله اهي نحط فيها الطحينه بتاعتنا. طبعا اعملي الكميه على قد عدد الافراد او على قد ما انت عارفه ايه اللي هيتاكل معاكي عشان حاجه ما تترميش منك. زبادي طبعا يا حبايبي، في ناس مش بتحط زبادي بيحطوا ميه، براحتك زي ما تحبي. ده الليمون بتاعي اهو، عصير نص ليمونه، معايا برضو فص توم واحد بس ما قطعيش اهو زي ما انتم شايفين، ومعايا البهارات بتاعتي. وطبعا الملح ده هيكون على حسب رغبتك انت، او التوابل برضو على حسب ما بتحبي. نقلب بقى الخليط كده مع بعضه. زي ما انتم شايفين كده حطينا الطحينه وقلبناها مع بعض كل المكونات، هبدا انزل عليها بالزيت. عايزه اقول لكم بقى طعمها حلو جدا. اولا انا عامله الطحينه في البيت فطعمها حلو قوي، الطريقه بصراحه حلوه جدا بالزبادي، حاجه خفيفه وحلوه جدا. طبعا لو لقيتيها بدات يعني تبقى تمسك معاكي ممكن تخففي بميه عادي جدا. نقلب بس كده الخليط ده كويس مع بعض واوريه لكم. هنا زي ما انتم شايفين كده شايفين السمك، طبعا انا قلبتها كويس وزودتها حبه ميه بسيطه قوي يعني حوالي معلقتين ثلاثه ميه عشان اخد السمك اللي انا عايزاه ده. طبعا براحتك لو حباها تقيله حباها خفيفه دي ترجع لك انت، بس هي ما شاء الله كده حلوه جدا وانا دوقتها طعمها بصراحه جميل قوي. طبعا انت حابه تحطي ملح اكتر اقل دي حاجه هترجع لك. ادي شكل الفراخ بتاعتنا اهي بعد ما طلعت من الفرن، شايفين ما شاء الله لونها جميل ازاي. هعمل ايه بقى، معايا هنا ورق فويل، ابدا احط في حمايه كده مولعتها على النار في المرحله اللي كنت بحمر فيها الفراخ، وهي انزل عليها بحبه زيت
شايفين الدخنه بقى اللي هتطلع على الفراخ دي، وهقفل عليها. ادي شكل الفراخ بتاعتنا يا حبايبي، شايفين ما شاء الله لونها جميل ازاي، وكانك عاملاها على الفحم. شفت احنا عملنا طريقه الفحم، لو انت حابه تعملي المرحله بتاعه الفحم دي ماشي، ما عندكيش فحم مش مشكله، هي والله طعمها حلو جدا جدا. ان شاء الله الاكله خفيفه جدا وسهله، شفت ما خدش مننا وقت خالص. ادي بالنسبه للفراخ، وطبعا الطحينه عملناها مع بعض، طعمها حلو جدا، كفايه ان انا عاملاها في البيت. ان شاء الله وجبه سهله وخفيفه تعجبكم، جربوها باذن الله. اعملي جنبها بقى رز، اعملي جنبها اي حاجه تعجبك، هي بصراحه كده تتاكل لوحدها حلوه جدا. ان شاء الله ان عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في اللايك والشير، واشوفكم في فيديو جاي على خير ان شاء الله، مع الف سلامه حبايبي.